10 راه على 10. النقطه الثانيه الناس راه ما كيديروش الكمامه وما كاين لا لا بيناليتي ولا هم يحزنون، ما دايرين لهم لا يعني باش يخلصوا شي حاجه ولا هم يحزنون. وشفنا بانه مجموعه من المستضعفين، مجموعه من الناس اللي عادي منزل غير الكمامه ولا شي حاجه، راه كديروا ليه الاخر البروسي. وبالتالي بغينا غير اننا نسولوا على طريقه وكيفيه تطبيق القانون. القانون يسري فوق الجميع، وهذا الشيء اللي بغيناه. الناس ما دايرينش كمامه وغاديين عادي جدا، وللاسف جايين جاليه مغربيه كذلك جايين من الخارج لا كمامه لا والو. هذه الرساله اللي بغيت نوصل، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نستغل الفرصة هو أنه الحافلات ديال فيكتاليا، الحافلات اللي عندنا ديال النقل الحضاري في الناظور، كنقولها وراه غادي نسطر عليها بالخط الأحمر. الحافلات بؤار من بؤار كورونا، باش نكونوا واضحين. وغادي نقلب الكاميرا لعندي. الحافلات اللي عندنا في الناظور بؤار من بؤار كورونا، انتشار كورونا. البارح الحد الخط ديال اركمان الطاقه الاستيعابيه خسرتوها في 50%. بغينا نفهموا واش 50% علاش واش كتوهموا بها؟ واش هي عباره عن بلاغ فقط، ام انه تهز 150 واحد في الطوبيس ديال القريه؟ واش الارواح ديال عباد الله ناقصه عندكم؟ واش كذلك الحافلات اللي جايين من فاس والرباط والدار البيضاء، اللي هي نركز على الدار البيضاء وفاس اللي فيها اعداد كبيره بزاف ديال كورونا، عادي جدا كيجيو ولكم الدليل. سيروا شوفوا لي زابارتومون لي زوتيل اللي كاينين هنا في الناظور وشوفوا، ياك درتوا بلاغ حكومي ياك كاين ممنوع الانتقال من والى مدينة الدار البيضاء، مدينة مراكش، مدينة أكادير. وكنتساءلوا وكنتفاجئوا بأنه الناس ديال كازا 8 حتى 10 ديال الكيران كلهم هازين 50 واحد. دابا ما فهمنا والو، يعني واش التطبيق ديال القانون على المستضعفين وعلى الفقراء ديال أمة الناظور، ولا يسري على الجميع؟ هذا الشيء اللي بغينا نشوفوه وبغينا نركزوا معكم عليه وكنحاولوا أننا ننبهوكم ليه. إذا قلت الحافلات ديال فيكتاليا بؤرة من بؤار كورونا، الحافلات السياحية اللي كيجيو دابا من كازا وكيجيو من مراكش باش يتبحروا كارثة عظمى. شي حاجة أخرى نزيدها، راه كاين شلة ما يتقال للأسف الشديد، راه كنبهو ونعاود ننبهو. دابا كنشوف الناس ما دايرينش الكمامة، ومع العشرة الليل وبنات فين غاديات الله اعلم. هنا كنطرحوا السؤال ديال يعني ديال المقاهي ديال الشيشه، كنطرحوا السؤال ديال مقاهي ديال الشيشه والحال يعني واش ريحه الشيشه معالجه الكورونا؟ سيروا شوفوا شويه حي الراقه، حي دار غارن، سيروا شوفوا شويه الحي ديال بوزرزان، سيروا شوفوا الحي منع الطريق ديال العروي، شوفوا الطريق ديال بوعرك، شوفوا الحي ولاد بوطيب، شوفوا الحي ديال ايكوناف. بنات عباد الله مشاو، الدراري ديال عباد الله مشاو، منين كيجيبوا كورونا؟ من تما. اذا الانسان يتحرك، راه عينا ما نهضروا، راه كنقولوا الحق، راه شي نهار انه ما نعرف، يمكن تكون تصفيه، يمكن الله اعلم، ولكن لن اسكت عن الحق. والانسان فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين، عادي جدا. وهذا الشيء اللي غادي نقولوه. القهوي طريقة أخرى. عزيز البشير تحية، شكرا جزيلا لكم. إذا دائما في العملية الروتينية اللي كيديروها الأمن الوطني من أجل أن الأعراس، أكيد راه كل شيء الإخوان هذا الشيء هضرنا عليه مرارا وتكرارا، ولكن كنحاول أنني كل مرة نهضر على نقطة من بين النقط اللي ممكن أنها تعالج، ممكن أنه يعني تدخل اللي هو عاجل ديال السلطات الأمنية ولا السلطات المحلية، راه ممكن أنها تصاوب. الله يحسن عون، أكيد بأنه الأمن
راه كيدير مجهود كبير، واش بنادم راه ماشي آلة ماشي روبو، راه كيخدم من 9 الصباح ولا 8 الصباح حتى الثلاثة ديال الليل، راه شي حاجة اللي ما نقدروها، يعني خصنا نقدروها ونرفعوا من شأن ديالهم ونرفع لهم القبعة. ولكن هي يثماق هي التصمانية، التصمانية سبيطال حسني قوي زما، سبيطال حسني ذا محذجو، سبيطال حسني ذا محذجو، ذاني تا يتصني وذان اعتبروهم نشذي تشلوثن ذا متابعين ذي المستوى، ذاني تساكنة الناظور ذي المستوى والغالبية نسن ذي المستوى، فهم من ومقان الرسائل الإعلامية الرسائل التحسيسية، ولكن ذي النشاء ذي النشاء أعداء أعداء فقط تجنحاش تقانا تسود التبرات ذي النشاء نيوذان تزاوان وها، وبالتالي نقارصنينا نشين نسامحاهم الأصل نشين يتهمنا غير جنحاش تقانا صحة المواطن ذا مزوال. وأخيرا إذا انتهت الرسالة الأخيرة، شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.